السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله تعالى سنذكر 3 أمثلة أو 3 قصص قصيرة تحت عنوان: هل معاصي الآخرين تؤذي المريض أو تجلب أذى على المريض؟ بمعنى ماذا؟ يأتي المريض يشتكي، أو يأتي الزوج يشتكي أن زوجته مريضة وتعاني من كذا وكذا، فهل معصية الزوج أو معاصي الزوج وذنوب الزوج تلحق بهذه المرأة ضرر؟ نقول: قد وجدنا هذا ورأينا هذا. أذكر امرأة قد ذكرنا قصتها في قصة الجن الغواص، أيضا سألنا زوجها وكان يعني مدخنا، فقلنا له: هذا يعطل مسيرة العلاج، هذا يعطل مسيرة العلاج. فأول ما بدأ يترك التدخين فضل من الله، بدأ بنفسه يأتي ويخبرني يقول: والله سبحان الله، زوجتي بدأت تتحسن، بدأ يحدث معها كذا. نقول: هذا لابد أن يتنبه له من حول المريض بسبب ذنوبه ومعاصيه وما يلحق به. وقصة أخرى: رجل جاءني، هذا لم أقرأ على زوجته، حتى من عند الباب قابلته، فقال لي: يا شيخ، زوجتي بعد أن أخرج إلى العمل يأتي شخص ويدخل البيت وتراه أمامها في الغرفة يلبس الثوب ويلبس الشماغ، تقول ويأخذ المفاتيح هكذا، ما ترى وجهه؟ قال: ما ترى وجهه، لكن ترى هذا الشكل في اليقظة. يقول ويضع المفاتيح ويقول لها: تجهزي، أريد أن أنام معك مثل الزوج. قال: فتجلس تدعو وتقرأ آية الكرسي وتقرأ وتدعو حتى يذهب. قلت له: كيف صلاته؟ أريد أتأكد، يمكن يكون هناك معاصي. قال: ما شاء الله، في الصلاة، في العبادة، في الأذكار أفضل مني. قلت له: وأنت؟ قال: خليها على الله، يعني أنه مقصر. قلت له: صلاتك؟ قال: والله ما يعني الصلاة يعني مقصر فيها. قلت له: شوف، أنا أريدك تفعل شيء برنامج. قال: متى أتي بها؟ قلت له: لا تأتي بها الآن، اذهب وحافظ على صلاتك أسبوع في المسجد، 5 أوقات في المسجد، وحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء. قال: فقط؟ قلت له: نعم. ذهب ورجع بعدها لا أدري أسبوع أو أكثر، وكان معي أخي الأخ المرافق الذي معي يساعدني، وسمع هذا الكلام بنفسي. فجاء قلت له: ها، ماذا فعلت؟ قال: والله يا شيخ، ما جاء مرة أخرى، من ذاك اليوم ما جاء. قلت له: كيف؟ قال: والله الصلاة في المسجد 5 أوقات. قلت له: ما جاء؟ قال: ما جاء ولا مرة واحدة. قال: يا شيخ، هل يكون هكذا؟ قلت: نعم. تخيل أنك أنت في بيتك، واضح، وأبنائك في الداخل هم أغلقوا الباب، جيت أنت فتحت الباب، دخل السارق وسرق، من الذي فتح الباب؟ أنت الذي فتحت الباب. وقصة ثالثة قصيرة أيضا لأحد الإخوة وأخته، يعني سقطوا وصرع وأذى، فحينما نطق الجان قال: مهما تفعل أنا أستطيع أن يعني يعيد الكر عليهم وأؤذيهم، لأنهم كانوا يتحسنوا، يخرجوا متحسنين ثم تعود الحالة، وهم يعني على صلاتهم. فآخر شيء مع شدة العلاج قال أخوهم فلان الذي في الغرفة الأخرى، قال: أنا أستطيع أدخل عن طريق هذا المنفذ لأنه يشغل الغناء وأنه بعيد عن الله. قال: هو أيضا مصاب. ففي اليوم الذي منعوا هذا الغناء وهذه المعاصي من تلك الغرفة، فضل الله الأمور استقرت وبدأ سير علاجهم في تحسن وفي ازدياد. فلهذا أيها الأحبة، قد يكون سبب بلاء البيت أو الأسرة شخص في الأسرة، إما رب الأسرة أو أحد الأبناء فعل معصية أو غير ذلك ولحقها الشياطين، وخاصة في الأمراض الروحية البيت كله تجده يموج يعني والعياذ بالله، وقد يصاب فلان ويصاب فلان. وهذا ما سنطرحه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. هذا باختصار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.